بقتل بعض الطالبات في بعض الجامعات العربية، وهذه أمثلة على الرفث والفسوق. وهي خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا قالوا لقوم ألم يأخذوا على يديه أو شك أن يعلمه الله من أعمال عنده، فالله بينهم بدون الظالمين وتخشى المتفرسين. Thank you.